مرحبا يا أختي. بدك تعبري الحدود؟ ما حكى لك؟ ما عادت مثل الأول، الشغلة خطرة. إيه ولا لا؟ يلي بده ينفذ الشغلة واحد تاني. مين؟ شو بدك بهالشغلة؟ ما بتعرفي وينه؟ بعيد بالجبال. خدني لعنده. كوني هون الصبح منروح لعنده سوا. عندك محل تنامي فيه؟ دبر راسي أختي. يكون بعلمك أنا ليلى ما رح جوزها بنوب. شو خطر على بالك هلا؟ بتعمل برق طيبة كتير، خليها تضل لآخر عمرها تعملنا هالبرك الطيبة. هاي البرك ساوتها هاجر. شوفي هاجر؟ بالله عن جد؟ يعني أنا هلأ عم باكل من طبخ هاجر؟ خلص حقي، خلص كل البرك مثل العالم. يلا وسكر على الموضوع. سكره؟ كيف بدي سكره؟ أنا مجبور أتذكر، مجبور أتذكر هالذنب طول عمري. حقي. الفرق بين الإنسان اللي أوسطه والإنسان اللي أكلت أكله أرفع من شعره ناعمة. يمكن. لا تاخدي موقف مسبق مروة، بعرف انك كنتي مبسوطة باسطنبول وقلك حياتك اللي بتحبيها، بس هاد ما بيعني انك تكوني تعيسة بغير محل. آخر سنة ونص قضيتهم بهالمدينة وما انبسطت ابدا. ليش جربتي؟ انك تكوني سعيدة جربتي؟ هاي ما بتتجرب، يا بتكوني سعيدة يا لا. انتي هيك بتفكري. شو قصدك؟ الشي اللي ما بتتعبي فيه ما بيكون الك. تعي نروح نسجلك بالاول. شو قلتي؟ رجعي عيديها لشو؟ سيد عم يخوني ماما زينو. متأكدي؟ لو ما غجلت كان جبت لك قميصه. بتقولي مغسول غسل بعطر نسواني؟ أول ما حط رجله بالبيت فات شلحه وحطه بسلة الغسيل. بالأول ما اهتميت، بس بعدين تعي البكي لشوف. الشيطان عم يوسوس لي. انت بتعرفي مين هاي المرة؟ مين غير هاي السايحة اللي حكيت لك عنها المرة الماضية؟ طيب انت حسستي بشي لسيء؟ هو نام بكير، وانا لوش الصبح ماما زينه، لوش الصبح. خلص بنتي خلص، خلص. ليش عمل فيني هيك سيد؟ طولي بالك لنفهم الموضوع المزبوط بالاول. انا فهمت كل شي. انا كمان بدي افهم. ما عاد ارجع لهالبيت ماما زينه. طلعي فيني ترجعي وما بتبيني شي لحدا ابدا، فهمتي علي؟ واذا طلع مثل ما عم تقولي شوفي مروه، وانا عشت بمدينه كبيره بس درست هون وهون حبيت، وصار معي اللي زعلني وحاولت اهرب بس بالاخير تزوجت هون. لهالدرجة بسيطة؟ ايه بسيطة، الحب شغلة بسيطة، نحنا منحوله لشغلة معقدة. الحياة اصلا هي السعادة وانا هون سعيدة. انتي شغلتك سهلة، انتي حبيتي جيمو، سهلة تكوني سعيدة جن اكتر انسان بتحبي بحياتك. بس انا شو بعمل؟ انتي جنب امي، ما بتحبيها لامك؟ اف منك ابك، جوابك على لسانك. هذا الولد عم يبكي كتير ليكون مريض. قديش بقينا لنوصل؟ ليك نوصلنا. وصلوا السيارات يا آغا. ماشي، افتحوا الباب. شو جاهز يا آغا؟ أهلا وسهلا.
مرحبا سيفو. وينكن لهلا؟ آسفين لأنه نضطرناك. هون لكان ها؟ من برا مبين معمل أحذية كتير منيح. تفضلوا شوفوا كمان فوق. تفضلوا. شلون؟ تمام. حلو. صحتين استاذ. شكرا لك. متأكد انه سيد؟ ايه نعم متأكد. المرحوم ابو سيد كان صديق الروح بالروح، وانا حافظ شكله لسيد بصم. لا تقول ولا كلمة لأي حدا، فهمت علي؟ ولا لأي مخلوق. انتي خليكي هون، رح حاكيهم وارجع. جانو هون شي؟ بدك جانو هون؟ تعال تعال. مينك انت؟ قل له اجا اسماعيل الدلال. ماشي اتصل. هذا اسماعيل الدلال يجي؟ اجا اسماعيل الدلال يجي؟ ايه خليه يجي. ايه خليه يجي. تعال معي. سلام جانو. شو في معك؟ جايب لك زبونه مدسمه. وينها؟ تحت ناطره بالسياره. شو مخبصه لحتى بدها تقطع الحدود؟ ما سألناها، ولو سألناها ما بتقول، بتنقط الحكي تنقيط. جانو المجنونة ما لقت غير ابن أخوه للفراري جانو لتقوصه. لك هاي عملة هاي. قال بعد خبر لجماعته جوا، وقال إلي ما بياخد بتاري ما بيكون مني. ما جانو بده يقتلها لهالمرة يا بنات أكيد. جانو عم تهرب هاي ولك؟ روحوا وقفوها. اسماعيل. ايوه جانو. تعال لهون ولك. نعم جانو. مين هاي الحمي؟ والله ما بعرف. كيف بتجيب لهون وحده ما بتعرفها ولك حيوان؟ لا بقى تورجيني وشك، انقلع من هون. فربني